تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى الموجز الرياضي يأتيكم من شوف تي في. والبداية بأخبار البطولة الاحترافية، حيث جدد المدرب الإسباني باتريس كارتيرون عقده رفقة الرجاء الرياضي اليوم الخميس. ووافق المدرب الإسباني على تجديد عقده مع الرجاء بعد مسلسل من التشويق استمر خلال الفترة القليلة الماضية. هذا وسارع المكتب المسير للفريق الأخضر إلى تجديد العهد رفقة الإسباني بعدما نجح الأخير في تحقيق نتائج إيجابية رفقة الفريق كفوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي وضمانه المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. لحساب الأسبوع 26 من البطولة الاحترافية، يحل الوداد البيضاوي المتصدر ضيفا على الجيش الملكي في الكلاسيكو المغربي، وذلك على ضية الأمير مولاي عبد الله مساء اليوم على الساعة 10 بالرباط. ويطمح الفريق الأحمر في العودة بالنقاط الثلاث قصد مواصلة الطريق نحو لقب جديد. في المقابل يسعى العساكر إلى إسقاط الوداد والهروب من مؤخرة الترتيب. غرمت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مدرب فريق شباب الريف الحسيني سعيد شيبة مبلغ 20,000 درهم، وذلك بسبب عدم حضوره للمؤتمر الصحفي بعد المباراة التي جمعت بين فريقه والمغرب التطواني. في سياق ذاته أوقفت اللجنة طارق السكيتيوي مدرب فريق المغرب التطواني لمباراتين، منها واحدة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 5,000 درهم بعد طرده في المباراة المذكورة. أوروبيا، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مباريات العودة من الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي بمضيفه فالونسيا الإسباني على أرضية ملعب الميستايا، وذلك لحساب لقاء الإياب من اليوروبا ليج. ويستفيد الجانيرز من تفوقه ذهابا بثلاثية لهدف وحيد، بينما يستقبل تشيلسي الإنجليزي ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني على أرضية ملعب ستانفورد بريدج في لندن، وعينه على إسقاط خصمه والتأهل للمباراة النهائية بعدما تعادل الفريقين بهدف لمثله في لقاء الذهاب. نقطة نهاية الموجز الرياضي قدمناه لحضراتكم من شوف تي في، إلى اللقاء.